البنك الاهلي في صفقات على الرادار، تشوف برضو حضرتك الكلام ده مظبوط ولا لا، وارد يطلع مش مظبوط برضو. هو الاهلي الزمالك هيعمل سبع فرق ولا هيلم لعيبه؟ ناصر منسي، محمد هلال، اسامه فيصل، احمد ياسين، رايك يا فندم؟ اولا اسامه فيصل هو معار وراجع الزمالك، تمام، او يعني لسه موقفه ما تحددش، هو بتاعهم يعني، هل هيمدد ولا الزمالك عايزه؟ مفيش اي عروض رسميه جات لنا ولا اتصالات شفويه حتى حصلت على اي من الاسماء دول. طيب سياسه النادي يا فندم ان تتقبل العروض ولا مبدا مرفوض؟ لا انا عندي طموح السنه الجايه ان شاء الله، انا كان عندي طموح السنه دي ان انا اخش المربع الذهبي، يمكن قربت منه قوي ولكن رجعنا شويه. انا شايف ان احنا مش هنحقق الطموح بتاعنا الا بالحفاظ على القوام الرئيسي للفريق بتاعي. يعني معنى كده ان حضرتك بتعلن للانديه المنافسه اللي هتجيب لك عروض ان ما حدش يجيب حاجه؟ انا محافظ على القوام الفريق بتاعي. وهتشتري عليه؟ لا، على حسب احتياجات المدير الفني. انا مستني لما نقترب من نهايه الموسم عشان ما تشتتش ذهن الفريق والجهاز الفني، لما نقرب من نهايه الموسم هنبدا نقعد معاه ونشوف احتياجاته ايه بالنسبه للموسم الجديد، على اساس ان احنا نحقق الطموح بتاعنا السنه الجايه ان شاء الله. سؤال يا فندم، الطموح لما بيزيد مع حضرتك وبتجيب المدير الفني وتقول له انا عندي طموح المربع، البادجت نفسه بيزيد ولا ملوش علاقه؟ لا ملوش علاقه، انا السنه دي كنت حاطط طموح المربع الذهبي، ويمكن حضرتك احنا يعني يمكن بتحت ال 100 مليون؟ لا حاطط حركه طموح المربع، احنا قلنا في الاول والله ما انا مش قلنا انا مش معترض والله. بس خلي بال حضرتك انت، لو انت يعني بقى هو العنصر الماده العنصر الرئيسي في او العنصر الوحيد، بلاش الرئيسي، لو العنصر الوحيد بس حضرتك عندك منافسين. وماله؟ ايوه، اي صفقه هتخش عليها هتلاقي قدامك كابتن سيف. كويس، وانا حقيقة انا هخش في المزاد اللي هو اللعيبه ب 140 مليون و100 مليون و50 مليون و70 مليون، يعني النهارده بيبقى فيه، هل في زي ما كنا بنتكلم يا كابتن سيف، في لعيب يساوي الارقام دي؟ لا خالص. اللعيب النهارده لما يدفع فيه الارقام دي ويلعب عارف الحل ان ترجع المنظومه دي تنضبط ايه؟ ان كل الانديه تحذو حذو غزل المحله وتتحول لشركات كوره. عشان ايه؟ ده اللي هيحصل، عشان الفاينانشال فير بلاي. يبقى الدنيا كلها غصب عنها هتظبط البادجت ومش هيقدر يطلع جنيه من تحت الترابيزة.